لسه بنبدأ نتعود على اللعبة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ده؟ وايه ده؟ اوكي هذا البقى ده كده. وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة عندنا مقطع جديد. مقطع اليوم عن لعبة بلانس فيرس زومبيز جديدة. اليوم يا جماعة احد المتابعين اقترح لي ان انا اجرب لعبة بلانس فيرس زومبيز. ها؟ استنوا يا جماعة. اوكي مترجم جوجل يقول عشان الصراحة مش عارف اقول. Plants vs Zombies 2 Shuttle. المهم قررت ان انا اجرب اللعبة ديت. بيقول ان هي مزيج من لعبة Plants vs Zombies النسخة الصينية ولعبة Plants vs Zombies العادية. فيا جماعة النهاردة قررت ان انا اجربها. فكويس Plants vs Zombies نسخة صينية ويعني دي افضل طريقة انك تجرب فيها نسخة الصينية بدون ما تضطر انك تحملها. طبعا يا جماعة انا قلت خليني اجرب مود التختيم. طبعا في طبعا بيجي معاه ملف تقدر تحطه وتجيب معاه كل النباتات المتطوره كل شيء. بس قلت الصراحه خلينا نجرب التختيم وبعدين شويه كده نجرب نضيف اقوى شيء معانا في اللعبه. طبعا هنا مفيش نباتات اكيد يعني انت معكش نباتات هتزرع ازاي نباتات. بصراحه يا جماعه عندي فضول جدا كبير ان انا اجرب اللعبه ديت. فطبعا يا جماعه قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك. اوه يا جماعه شايفين ده في حته هنا نباتات مدفوعه بفلوس. طبعا ده يا جماعه دي اول مره اشوف فيها النباتات الغريبه دي. عموما انا اصلا ما اعرفش حاجه اصلا عن النسخه الصينيه. فيلا طبعا انا لعبت فيها كام ليفل عشان بس اعرف النظام والكلام ده كله. وان النهارده يا جماعه ان شاء الله هنلعب شويه ليفلات كده ولو عجبتكم اللعبه يمكن نستمر فيها لو عجبتكم يعني. الصراحه والله ولد فيها ليفلات كتير. فطبعا يا جماعه قبل ما ابدا لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلينا نبدا في الليفل المفروض يكون الاول. بس انا بديت في الثاني عشان الصراحه كنت عايز ايه ده لا من اولها في سكك حديد. وطبعا الاهبل العبيط اللي احنا ما بنفهمش منه حاجه ده مغير اللبس بتاعه. ايه ده بقى؟ ايوه يعني دي سكك حديد يعني قلاش. اوكي يا جماعه هذا المفروض شبه الديزاين بتاع بلانس فيرس زومبيز النسخه الصينيه. هي يعني مش هي نفسها يعني لان حرفيا النسخة الصينية فيها اضافات كتير جدا فيها حاجات كتير جدا بس هي يعني مشابهة ليه. ان الصراحة انا حاولت كتير والله ان انا اثبت اللعبة ديت بس والله ما ضبط معايا الموضوع. واه يا جماعة تنويه اي حد يبغى يثبت اللعبة ديت هيلاقي شرح تثبيت اللعبة في الوصف وهتلاقي في نفس الفيديو اللي في شرح طريقه تثبيت اللعبه برضه هتلقى في نفس الفيديو ملف التاني. فاتمنى ما يجيش حد بقى يجي يقول لي انت ازاي حملت اللعبه دي احسب الله الفخ. ايه ده يا جماعه هو انا سايب الزوم كده يعدوا؟ ايه ده يا جماعه هو انا عملت ايه انا؟ وبعدين ايه فايده سكك الحديد دلوقتي؟ ده معلش حتى انا بدات استنى حتى احطها على الارضيه نفسها. نايس هو جاب لنا ده قبل ما يجيب لنا الثلجه. الله يا جماعه انا ابتديت اتحمس فعلا للعبه. قال لي ان اللعبه ديت هترجع لك الحماس للعب. فيب اوكي لا يا جماعه حلو والله ان ابتديت صراحه فيها اشياء جديده اهو. انا كنت مفكر خلاص هي نفسها تكون نفس الليفلات نفس كل شيء. لا والله فيها اشياء جديده وفي زومبيز جداد في نباتات جديده. حلو لا لسه ما شفناش النباتات الجديده. في نباتات لسه في نباتات جديده لسه ما فتحناش وفي لسه نباتات جديده هنفتحها. والله يا جماعه متحمسين الصراحه ان احنا نكمل في اللعبه دي. لو عجبتكم اللعبه نستمر فيها لو ما عجبتكمش خلاص نعتبر انها من الالعاب اللي نرميها في الزباله. اوكي حاليا في البدايه كويس. روح بقى روح. ايوه عارف يا جماعه ان الدنيا حوسه خالص الكلام ده كله بس يعني يلا لسه بنبدا نتعود على اللعبه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ده؟ ايه ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. هذه المفروض برق صح؟ امال ليه شكلها غريب كده؟ ولا يكون ده سكن ليها يعني اقدر ارجعها عادي ولا عم نيكوشن ايش يعني؟ ماشي اتوقع ان ده اللعبه تجيب لنا قبل ما تضيف لها تحديثات كتير شويه يعني. اوكي نفس الميوزك. يب متعودين عليه. اللي شاف تختيم بفلوش ده هيعرف ان احنا اللعبه دي. اشوف يا جماعه ان احنا نوقف لو عجبتكم اللعبه هشوف ان احنا نوقفها لحد ما نختم بلانس فيرس زومبيز فلوش او على الاقل نختم العوالم الاساسيه وبعدين بقى نبدا في تختيم في اللعبه دي. لان الصراحه اشوف لو احنا هنبدا في لو احنا هنختم لعبتين كده هيكون الموضوع يعني حوسه من الاخر يعني. بس والله الباق ده مره سريع ولا الاحظ ان الليفل اصلا سريع. لا الباق والله سريع. حلو يا عم نزل يا عم الو السكه الحديد اللي جايبها لي ديت الباق عمال ينزلها لي بسرعه رهيبه. ماشي بس والله البق يا ولد مره حلو كويس. اوكي يا جماعه ايوه ساند ستورم. اهلا بيكم. يلا 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 بقى 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 بس بقى بقى او ماي جاد. استنى ده جايب لي كميه بق يا ولد رهيبه يا ولد. استنى يا عم اوعى تقول لي دي الكميه لا نهائيه يعني. يا عم انت استنى شويه المفروض الكميه دي يكون ليها نهايه صح؟ يا جماعه شكل الكميه دي لا نهائيه.
شكله كده جاب الكمية دي لنهائية. الكمية لنهائية يا جماعة. خلاص هو يقعد للأبد كده ليوم الدين يقعد يجيب لي نقطة بق. حرفيا يا جماعة ده الكمية لنهائية. بس ليه شكلها هنا حاجة والظاهر هنا حاجة تانية خالص. الله حلو تمام اجلدوهم يا جماعة. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. مش ده يا جماعة ايه ده؟ وانت هو المفروض ده ايه يا جماعة؟ مش المفروض ده يكون البقى اللي انا عارفه اللي عمي الصوت يا ولد عالي. عمي صوت اللعبة يا ولد عالي جدا. بس واضح ان البقى اهو. ايوه ايوه واضح. بس حلو والله الجيم كان لطيف خفيف كده بسيط. كويس كويس. اوكي واعطانا دلوقتي القدرات اللي احنا نقدر نستخدمها في الليفل واعطانا كمان برضه سيب باكيت كويس جدا. ايه ده بقى؟ اوكي واعطانا كويس فلوس. لا استنى 20,000 على طول كده. الله يا باشا تسلم يا باشا. الله يا باشا تسلم. اوكي ما فيش حاجه هنا دلوقتي فيب. الله يا باشا تسلم يا باشا. الله يعني كتر خيرك يعني. او ماي جاد نقدر نعمل لنا ابجريد ببلاش كمان يعني احنا ما ندفعش على الابجريد فلوس. كمان برضه نقدر نطورها حتى. كويس كويس كويس. اتوقع ده بقى تطورات لنهايه بقى تطور فيها لحد ما تطفش اتوقع كده. ويبقى معناه اكسترا سيب باكت دي يعني ايش؟ يعني ايش مش فاهم انا. اوكي يا جماعه دي قدرات نقدر نفتحها لما نشتري بفلوس. بس احنا معانا فلوس بس ابغى اشتري النبته دي او ابغى اشتري اي نبته هنا عشان الصراحه نفسي اجربهم. نفسي كده افتح نفسي كده اجرب النباتات الموجوده هنا الكلام ده كله. اما بقى خلينا نلعب لنا كام ليفل كده على السريع. نلعب الليفل الرابع يا جماعه النهارده نحاول نخلص على الاقل ربع العالم ده. ويعني اذا ما عجبتكمش برضه ومش حابين نستمر فيها او شيء زي كده عادي نقدر اقدر العبها لحالي لان حاسس صح والله اللعبه ممتعه. يا سلام. اوكي هو نفس الليفل ده حرفيا يعني. فطبعا يا جماعه احنا يعني احس ان الليفل بس اوكي هذا البق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. في يا جماعه في ايه في ايه اهدوا 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 صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي. مش كده يعني مش كده مش كده مش كده. استنوا استنى يا جدع انتوا ايه ده ايه ده ايه كل الزومبيز دول يا جدع انت علينا شويه يعني مش كده. ايه اللي حصل ده دلوقتي؟ لا واضح ان اللعبه صعوبتها جامده قوي. صعوبه يا ولد هنا ما اقولكش. اوكي الباقة تمام ريح يا عمي بقى خلص علينا بقى. ايوه يلا 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 يا ولد استنى بقى يا عمي. وايه الصوم دولت كام؟ استنى استنى يا عم انت يا عمي في ايه يا عمي يا عمي استنى يا عمي انا مش هعمل حاجه في ايه ايه الليفل ده؟ ايه الليفل ده يحتاج لك سرعه صعب. هو الليفل ده كان فلاك صحيح ولا ده لا نهائي؟ هنقعد يعني كده علقين في الليفل ده لا نهائي وما بعدها. المشكله يا جماعه البغلات يعني لا تقارن ابدا مع الزومبيز دول. محتاج لك تركيز. ايه والله كنت اكفر التسجيل بالغلط. استنى يا عم استنى يا عم. ايه ده بقى ايه ده 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 ايه اللي حصل يا جماعه؟ وقت ايه اللي حصل؟ يا عم ايه اللي في الدوار؟ والله مش عارف اعمل حاجه يا ولد مش عارف اعمل حاجه مش عارف اعمل حاجه مش عارف اعمل حاجه وربنا تركيز تام يا عمي بقى في ايه؟ الليفل ده صحيح كام فلاك؟ انا عاوز اعرف بس عاوز اعرف كام فلاك؟ كام فلاك الليفل ده صحيح؟ ولا ده خلاص احنا عليك ده هنا للابد يا ايش؟ في ايه؟ مش عارف اعمل حاجه يا جماعه ده الليفل ده جلطه بمعنى الحرف. يا عم خلصوا بقى. ده صحيح فكره يا جماعه ما استخدم ما استخدم قوه الثلج دي بتبطئهم. لا 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 والله ما فيش غير كده يا جماعه. يا عم الثلج بعد الثلج بعد ايش ده؟ يا عم ايه الليفل ده؟ هو اعرف كام فلاج يعني ما اكيد ليه في كام فلاج محدد مش كده يعني. الليفل ده يبغى لك تركيز عالي يبغى لك تركيز عالي. والله المشكله ان الهيلث بتاع الزومبي دولت مره عالي يا ولد. المشكله هيلثهم عالي ده اول شيء. ثاني شيء انا مش عارف كام ليفل كام فلاج. ثالث شيء يا عم خلصني بقى. اوه يا ولد في ايه يا ولد؟ يا ولد انت في لا خلاص 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 لا 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 اكيد لا لا مش اكيد مش كده يعني اكيد مش كده يعني ولا ايه في ايه ده ايه ده؟ لا حرفيا ده خلاص انا مش عارف اعمل حاجه كده. ايه ده في ايه؟ معقوله ده ليفل ده ولا ده ايه؟ والله ما ادري في ايه ايش ده؟ خلينا نحاول محاوله اخيره اذا ما عرفناش نعمل حاجه خلاص. لان حرفيا كل مدى الزومبيز يزدادوا الليفل يصعب ومفيش مفيش فلاج محدد. انا مش عارف بقى هو هيوقف على كام فلاج بالظبط. استنى بقى يا عمي لا خلاص لا 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 لا, لا اكيد هذا مش ليفل اصلا. ايش ده يعني؟ لا خلاص وربي خلاص وربي خلاص هذا مش ليفل. هذا اتوقع يا جماعه خلاص احنا علقنا لنا للابد ما اعرفش نعمل حاجه.
خلاص ما فيش امل خالص ان احنا نخرج من ذا الليفل. فيا يا جماعه تكون عافيه، مش هنشوفكم على خير ان شاء الله. كانت لعبه جميله ومش هنعرف نلعبها مره ثانيه. فبقى يا جماعه تكون عافيه، مش هنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.